أجمل بقرة بلدي. بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن. هنقول لكم مميزاتها وكل حاجاتها المميزة في هذه البقرة. بس قبل بداية هذا الفيديو، كل أطلب منك أن تصلي على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، وأن تشترك في هذه القناة وتضغط زر اللايك وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد وغريب في هذه القناة، عشان نقول لكم أفضل أو أجمل بقرة اللي شفتها. بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن. زي ما شايفين، دي منظر البقرة ودي منظر الدرة بتاعت. بسم الله ما شاء الله، ده شكلها الجميل ومنظرها الرائع. هذه البقرة جميلة، لونها سوداء في أبيض، وده منظر اللون الأبيض. طبعا برضو بتدخل النهاية لونها أبيض في أسود في أحمر. بصوا يا جدعان، ده منظر لونها الأحمر، وده منظر لونها الأسود، وده منظر لونها الأبيض. طبعا ليها قرون حادة، وده منظرها وشكلها الجميل والأليف. بسم الله ما شاء الله. طبعا هذه البقرة الجميلة الكيوت، يعني حاجة في قمة الجمال وقمة الروعة. حبيت أوريكم منظرها وشكلها الجميل العجيب. بسم الله ما شاء الله. طبعا البقرة دي دلوقتي عشر يعني، وده منظرها وشكلها الرائع، حاجة في قمة الجمال. ودي منظر الدرة بتاعتها اهو زي ما شايفين. يعني هذه البقرة الجميلة الكيوت، بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن. وطبعا لا تنسى ان تشترك في هذه القناة وتضغط زر اللايك وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد وغريب في هذه القناة. ولا تنسى ان تكتب لنا تعليقات جميلة عشان تشجعنا في هذه القناة. ولو اعتقد اي حاجة فوائد من الفوائد دي او اي منظر عن الابقار او الاحصنة، اكتب لي في التعليقات وان شاء الله اعمل لكم فيديوهات مخصوص. وشكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.